أهلا بكم مشاهدينا الكرام. نتابع إذن هذا الخبر العاجل الآن على شاشة الميادين حول هذه الغارة الإسرائيلية التي استهدفت ضحية بيروت الجنوبية منذ قليل. هذه صور أولية لهذه الغارة التي استهدفت ضحية بيروت الجنوبية. لا نعلم كثيرا من المعلومات والتفاصيل حول هذه الغارة، هي حصلت منذ دقائق. إذن مشاهدينا الكرام، نحن في تغطية مستمرة من الميادين لآخر التطورات فيما يتعلق بهذه الغارة الحربية الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت. نتابع هذه الصور الأولية إذن مشاهدينا الكرام. إذن بحسب ما نسمع أو سمعنا منذ قليل من أحد المواطنين يقول غارة على الحارة، يقصد ربما حارة حريك، ربما هذه المنطقة التي استهدفتها هذه الغارة الإسرائيلية. في حدا على الأرض هناك؟ ما حدا من أزل. بهمن غارة على مستشفى بهمن. بهمن غارة على مستشفى بهمن. إذن مشاهدينا الكرام، هذه الغارة الإسرائيلية استهدفت ضحية الجنوبية لبيروت. هي تأتي بعد أيام على المجزرة في مجدل الشمس، والتي من خلالها اتهمت إسرائيل حزب الله بالقيام بها، وكان هناك عدة تهديدات إسرائيلية باتجاه لبنان، ويكون هناك عدوان ضد لبنان وضد حزب الله. ويبدو أن هذه الغارة الإسرائيلية هي ترجمة لكل هذه التهديدات الإسرائيلية، ربما بتوسيع الجبهة الشمالية أو توسيع الحرب ضد لبنان وضد حزب الله، خاصة أنه كان هناك تهديدات إسرائيلية عديدة لحزب الله، مفادها بأنه الحزب سيدفع ثمنا على خلفية ما جرى في مجدل الشمس. ويبدو أن هناك غارة إسرائيلية الآن استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، كما نتابع هذه المشاهد مشاهدينا الكرام التي وصلتنا، المشاهد الأولية لهذه الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت. على كل حال سنحاول التواصل مع أحد مراسلينا المتواجدين في ضاحية بيروت الجنوبية لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذه الغارة. على كل حال بعد قليل سينضم إلينا طبعا الزميل عباس صباغ من الضاحية الجنوبية لبيروت، ولكن الآن ننتقل إلى الزميل كمال خلف لمتابعة هذه التغطية. كمال مساء الخير، تفضل. أحمد حياك الله، حياكم الله مشاهدينا الكرام. نتابع هذه الصور الأولية للغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت. هذه الصور التي تم التقاطها عبر مواطنين كانوا متواجدين في المكان. المكان هو الضاحية الجنوبية لبيروت. الهدف حتى هذه اللحظة غير واضح، ما الذي استهدفته هذه الغارة الجوية؟ الترجيحات تقول بأن الغارة نفذت عبر مسيرة. حتى هذه اللحظة هذه هي المعلومات الأولية. انضم إلينا من بيروت مراسل الميادين عباس صباغ لمزيد من المعلومات حول هذا الهجوم. نتابع معك عباس، ماذا لديك من معلومات؟ عباس الصوت غير واضح. عباس الصوت غير واضح، سنعاود الاتصال بك مرة أخرى وسيتم إصلاح ريثما يتم إصلاح الصوت بيننا وبينك. نواصل هذه التغطية مشاهدينا للغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت. هذه ما نعرضه على الشاشة الآن هي الصور الأولية الملتقطة من كاميرات عبر كاميرات الهواتف المحمولة. حتى هذه اللحظة الهدف غير واضح، لكن من خلال ما نتابعه في الصورة هناك حجم واضح من الدمار
في المكان، وأيضا الدخان الكثيف ينبعث من أحد الأبنية في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت. سنتابع معكم مشاهدينا ما يردنا من معلومات حول هذا الاستهداف للضاحية الجنوبية لبيروت. المعلومات الأولية تقول بأن هذه غارة إسرائيلية يبدو بأنها عبر طائرة مسيرة استهدفت هدفا في الضاحية الجنوبية لبيروت. حتى هذه اللحظة هدف هذه الغارة غير واضح. يعود إلينا عباس صباغ مرة أخرى. عباس، نحن نتابع معك، ماذا لديك من معلومات؟ نعم، كما قبل نحو يعني 25 دقيقة من هذا التوقيت استهدفت غارة إسرائيلية مبنى سكنيا في منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت. استهدفت مبنى سكنيا في هذه المنطقة في قلب الضاحية الجنوبية، انهار جزء كبير من هذا المبنى، وبطبيعة الحال يعني سيارات الإسعاف والإطفاء هرعت إلى المكان حيث الغارة التي يعني استهدفت هذا المبنى السكني. يعني حتى اللحظة كانت سيارات الإسعاف يعني تتوجه لهذا المكان باتجاه مستشفيات المنطقة في هذه الأثناء لنقل الجرحى والمصابين. هذه الغارة ليس هناك من أعداد بطبيعة الحال في هذا الوقت، لكن حتما هناك إصابات في هذه الغارة التي استهدفت منطقة لبيروت. يعني هذا المبنى الذي استهدف هناك يعني دمار شبه كامل في هذا المبنى، سيارات الإطفاء والإسعاف وأعمال الإنقاذ. أثناء ليس هناك من مركز عسكري في هذه المنطقة، هي منطقة مدنية بامتياز، منطقة سكنية محتفظة في الضاحية الجنوبية لبيروت. وبالتالي يعني هذا العدوان الإسرائيلي الذي كان يهدد به العدو الإسرائيلي نفذه في هذه الليلة في هذا المساء على الضاحية الجنوبية لبيروت. بطبيعة الحال زحمة كبيرة في هذا المكان، وسيارات الإسعاف يعني تتوالى في نقل الإصابات من هذا المكان من الضاحية الجنوبية لبيروت. نتابع معك طبعا عباس كل جديد. إذا كنت أيضا وصلت إلى المكان ونستطيع أن ننقل من مكان الاستهداف والاعتداء مباشرة، المقاومة الإسلامية في لبنان استهدفنا مقر الدفاع الجوي والصاروخي في كيلع بمسيرات وصواريخ الكاتيوشا. مصادر ووكالات أنباء تنقل عن مصادر أمنية إسرائيلية بأن الضربة على ضاحية بيروت الجنوبية استهدفت قائدا كبيرا في المقاومة ومصيره غير معروف حسب وكالات الأنباء. الغارة كما أفاد مراسل الميادين في بيروت استهدفت منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت. ألسنة اللهب والدخان تتصاعد من المكان وهناك أضرار مادية. مشاهدينا، حتى هذه اللحظة غير مؤكد ما هو الهدف من هذه الغارة وماذا استهدفت هذه الغارة. هل هي عملية اغتيال؟ هل هي اعتداء وعدوان على أحد المراكز أو الأبنية في الضاحية الجنوبية لبيروت؟ طبعا كل هذا سوف نجيب عليه عند اتضاح الصورة والهدف من هذه العملية الإسرائيلية. لكن أيضا كانت إسرائيل قبل 3 أيام وتحديدا يوم السبت الماضي عند حادثة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل التي اتهمت فيها إسرائيل حزب الله باستهداف مدنيين في الضاحية في مجدل شمس، وكانت المقاومة الإسلامية قد نفت مسؤوليتها عن ذلك وقالت بأنه صاروخ اعتراضي وأن المقاومة الإسلامية لم تستهدف مجدل شمس. على خلفية هذه الحادثة إسرائيل هددت لبنان
وقادة إسرائيل عقدوا اجتماعات أمنية بعد عودة بنيامين نتنياهو مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية. ارتفعت وتيرة التهديدات ضد لبنان، والمعلومات ووسائل الإعلام الإسرائيلية نقلت عن مسؤولين إسرائيليين بأن عملية عسكرية واسعة سوف تقوم بها إسرائيل في لبنان. هل ما نشاهده الآن متابعينا هو هذا الإعدوان الإسرائيلي الذي هدد به قادة إسرائيل؟ بالمناسبة هم كانوا يتحدثون عن رد، ما سموه رد سيكون مؤثر ولكن ليس عدوانا شاملا أو حربا مفتوحة. سنرى إذا كان هذا الاستهداف سوف يبقي الأمور على هذا الوضع، لكن استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت يفتح مشاهدينا على معادلة جديدة كبيرة في المنطقة. حزب الله استهداف الضاحية وبيروت بالنسبة له المعادلة تختلف، طبيعة الرد لدى حزب الله سوف تكون مختلفة. ننتظر البيانات الرسمية، وأيضا المقاومة الإسلامية في هذه اللحظات بياناتها تتحدث عن استهدافها لمواقع داخل مزارع شبعة اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، ويتحدث بيان المقاومة عن إصابات مباشرة. سننتظر مشاهدينا بيان المقاومة الإسلامية في لبنان حول طبيعة هذا الاستهداف. ماذا ستقول المقاومة حول هذا الاستهداف؟ كيف سيكون الهدف وأيضا الرد على استهداف الضاحية؟ الاحتمالات كلها مفتوحة والسيناريوهات كذلك مفتوحة على كل الاحتمالات مشاهدينا. سأعود إلى عباس صباغ إذا كان هناك مزيد من توضيح لما يجري في هذه اللحظة. نتابع معك عباس. عباس تسمعني؟ هل توضحت؟ عباس إذا كنت جاهز ولديك المزيد من المعلومات حول ما يجري تفضل. نعم كمال، نسمعك عباس تفضل. نعم، أعمال القاز لا تزال تتواصل هنا في المبنى الذي استهدفته الطائرات الإسرائيلية هذا المساء في منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت. سيسعف تنقل المصابين من هذا المبنى، تم السيطرة على الحريق الذي اندلع في هذا المبنى بالكامل لهذا المبنى السكني المدني بامتياز في هذه المنطقة في قلب الضاحية الجنوبية. بطبيعة الحال يعني هناك الزحمة غير طبيعية بطبيعة الحال، وزحمة من سيارات الإسعاف التي يتوالى وصولها إلى هذه المنطقة من أجل أعمال الإخراج والإغاثة. يعني حتى اللحظة لم يتبين عدد الإصابات الذين سقطوا جراء هذا الاستهداف الإسرائيلي جراء هذا العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت. طبعا الاقتراب من المبنى حتى هذه اللحظة غير متاح يعني للصحفيين بسبب الإجراءات لتسهيل أعمال الإغاثة وأعمال نقل الإصابات من المنطقة التي منطقة حارة الشيخ في الضاحية الجنوبية لبيروت. بطبيعة الحال يعني حتى اللحظة ليس لدينا إحصائية في عدد الإصابات، وليس هناك وضوح ما يعني جرى خلال هذا الاستهداف العدواني على منطقة الضاحية الجنوبية، لكن أجزم بأن هذه منطقة مدنية بامتياز، منطقة مدنية مكتظة في الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفها عدوان إسرائيلي هذا المساء كمال. نعم طبعا الصور تظهر عباس تضرر هذا المبنى السكني، والآن المعلومات وفق ما أوردتها عباس تتحدث عن إصابات في صفوف المواطنين في هذا البناء السكني. تفضل. فقط الإشارة أن هذا المبنى هو ملاصق لمستشفى مهمل، ملاصق لمستشفى يعني أساسي في الضاحية الجنوبية. العدو الإسرائيلي اختار هذا الهدف على مقربة بعد أمتار من مستشفى مهمل في
الضاحية الجنوبية لبيروت، على حجم استطاع هذا الهدف، هدف مدني بامتياز، لمسة سكني بامتياز. حتى هذه اللحظة كما قلت الإسعافات واصلة تقوم بأعمال الإغاثة في هذا المكان بعد الغارة الإسرائيلية التي استهدفت. أريد أن أنوه كذلك عباس إلى ما يصدره الجيش الإسرائيلي الآن من معلومات. الجيش الإسرائيلي هاجمنا بشكل دقيق في بيروت القائد المسؤول عن قتل الأطفال في مجدل شمس حسب الجيش الإسرائيلي وبيان الجيش الإسرائيلي. إذن إسرائيل مشاهدينا تتبنى هذه العملية بشكل رسمي وتقول في بيان لها بأنها هاجمت بشكل دقيق القائد المسؤول عن حادثة أو عن هجوم مجدل شمس. إذن إسرائيل تقول بأن الهدف هو اغتيال أحد قادة المقاومة العسكريين في هذه المنطقة حسب طبعا الجيش الإسرائيلي. وسائل إعلام إسرائيلية مشاهدينا تتحدث عن حالة من التأهب القصوى في الجيش الإسرائيلي في هذه الأثناء. الصور تظهر تضرر أحد المباني السكنية، هناك إصابات، سوف نتابع خلال الدقائق المقبلة حجم وحصيلة هذه الإصابات في صفوف المدنيين في هذا المبنى الذي يظهر أمامنا على الشاشة مباشرة. لكن أعود وأكرر مشاهدينا، إسرائيل تتبنى رسميا هجوم الضاحية الجنوبية لبيروت وتقول حسب الجيش الإسرائيلي هاجمنا بشكل دقيق في بيروت القائد المسؤول عن حادثة أو هجوم مجدل شمس، حيث تدعي إسرائيل مشاهدينا بأن حزب الله هو المسؤول عن حادثة استهداف عدد من المدنيين في مجدل شمس، رغم أن حزب الله أصدر بيانا رسميا في هذا الأمر ونفى أي مسؤولية له عن هذه الحادثة أو هذه الهجمات. وقال حزب الله بأن المقاومة لم تستهدف مدينة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، كما أن أهالي الجولان السوري المحتل وأهالي الضحايا في مجدل شمس حملوا إسرائيل المسؤولية عن هذا الهجوم واستنكروا هذا الهجوم الإسرائيلي وهذه الجريمة الإسرائيلية. عدوان إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، وإسرائيل تقول بأنها نفذت اغتيالا لأحد قادة المقاومة العسكريين في هذه المنطقة. استهداف الضاحية هذه ليست المرة الأولى، خلال معركة طوفان الأقصى تم اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العروري في الضاحية الجنوبية لبيروت تقريبا بنفس هذه الطريقة وهذه المشاهد التي نتابعها الآن. سيارات الإسعاف في المكان مشاهدينا، وقد أفاد مراسلنا بأن هناك عدد من الإصابات، ليست لدينا حصيلة حتى هذه اللحظة لأعداد الإصابات في هذه المنطقة في الضاحية الجنوبية لبيروت، لكن سنتابع عبر مراسلنا وعبر المعلومات التي ترد إلينا الأضرار المادية والبشرية التي لحقت بالمكان. لازلنا معكم على الهواء مباشرة. أرحب بسيادة العميد شارل أبي نادر، محلل ميادين للشؤون العسكرية والخبير في الشؤون العسكرية. سيادة العميد حياك الله، تعليق مباشر على المشاهد الأولية، وأصبح تقريبا المشهد يعني أصبح واضح إلى حد ما بأنه عدوان إسرائيلي ومحاولة اغتيال. طبعا يعني نتكلم عن عدوان كان منتظرا في سياق يعني ما حصل من اختلاق أو من اتهام مفبرك من العدو الإسرائيلي للوصول ربما إلى هذا الرد، هذا العدوان الواضح. من غير الواضح حتى الآن يعني عملية الاغتيال من استهدفت بالتحديد، يعني هذه نقطة أساسية. المهم في الموضوع أن نتكلم عن هدف مدني، هو في بقعة مدنية وفي منطقة ملاصقة لمستشفى أيضا مدني. نعم. يعني اليوم العدو الإسرائيلي في هذا العدوان
يعيد ربما المشاهد التي ألفناها منذ 9 أشهر في غزة وفي كل المناطق التي ينفذ فيها اعتداءاته بطريقة يعني إجرامية كما قلنا. طبعا السؤال المطروح اليوم أستاذ كمال هي نقطة مفصلية اليوم، لأن المقاومة هي قالت أنها سوف تتخذ قرار على استنادا أو على خلفية طبيعة العدوان وكيف يمكن أن يكون هذا العدوان. هل نستطيع الآن أن نقول أنه ما نشاهده الآن هو الرد الإسرائيلي الذي هدد به قادة الاحتلال؟ حسب البيان يعني كنت تقرأ منذ قليل البيان جيش العدو طبعا يعني هذا وهو اعتراف مباشر يعني بوقت قصير. طبعا هو نستطيع أن نقول أنه رد، لا يمكن أن يكون هذا الرد هو الكامل أو النهائي أو هذا العدوان. هو أساسا مسار العدوان يعني أو طبيعة الأعمال العدوانية للعدو هي مستمرة، هي متواصلة، لا يتوقف الموضوع على حادثة أو نقطة مفصلية واحدة. ولكن بالنسبة للمقاومة طبعا هذا الموضوع سوف يكون نقطة مفصلية انطلاقا من الهدف، انطلاقا من يعني المنطقة، انطلاقا من طبيعة يعني المكان، وانطلاقا أيضا من يعني إذا تكشفت بعد قليل الإصابات أو الشخصية الشهداء أو المستهدف. يعني هذه النقطة التي يبنى عليها، ولكن طبعا نحن نتكلم اليوم عن نقطة مفصلية أنا بتقديري أستاذ كمال في هذه طيب الآن سيادة العميد، هل يمكن أن نعتبر هذا عدوانا إسرائيليا مباشرا على الضاحية يتجاوز الخطوط الحمر، وبالتالي قد ندخل في معادلة جديدة بمعنى أن إسرائيل تجاوزت قواعد الاشتباك، وهذا يعني جديد في المشهد؟ طبعا هو تجاوز لقواعد الاشتباك وبطريقة حصل كمان سيادة العميد، لا تنسى يعني اغتيال الشيخ صالح العروري كان بنفس الطريقة. نعم، ولكن اليوم نتكلم عن تجاوز مزدوج، لأنه تم اختلاق اتهام، وعلى أساس هذا الاتهام تم العدوان يعني خلق اتهام وفبركة اتهام وخلق عدوان، وكأن يعني العمل هو متعمد ومقصود بشكل كبير. هل العدو الإسرائيلي والعدو الإسرائيلي هنا يعلم طبعا مصداقية المقاومة في موضوع الردود وفي موضوع المعادلات؟ هل هو عندما اتخذ قرار في هذا العدوان وبهذا التجاوز الفاضح لكل القواعد الاشتباك وللمعادلات الأساسية، هل هو ذهب باتجاه توسيع المواجهة انطلاقا من هذا الموضوع؟ لأنه طبعا سوف ينتظر رد من المقاومة، ما هي خطته في هذه النقطة؟ هنا أيضا السؤال الذي يجب أن يطرح في هذا الموضوع. طبعا نحن نتكلم عن اشتباك في الجنوب، هو اليوم في ظل يعني مع هذا العدوان، قبل هذا العدوان وربما بعد هذا العدوان، هناك مسار تقريبا منفصل له علاقة بإسناد غزة، له علاقة بالحل، ولكن أن يأتي اليوم هذا العدوان بهذه الطريقة وبعد أن يكون هناك يعني كما قلنا فبركة للاتهامات، طبعا أنا بتقديري أن العدو هو يبحث عن يعني معادلة جديدة، أو يبحث عن يعني عملية جديدة، عن مناورة جديدة، رفع مستوى التصعيد، رفع وحرف، نتكلم عن حرف مستوى التصعيد، لأن التصعيد اليوم لم يعد متعلق بقواعد اشتباك عادية، يتعلق اليوم التصعيد بمواجهة أوسع. وهذه المواجهة طبيعة الرد الآن الذي نشاهده، هل هو برأيك وفق حسابات إسرائيلية دقيقة تتجنب ذهاب الأمور وتدحرجها إلى حرب شاملة؟ يعني لا يمكن القول أن العدو، أنا بتقديري العدو هو يعني ذهب بمخاطرة مهمة في هذا هذا الرد هو في عمق الضاحية، هذا الرد هو في منطقة مدنية بالكامل، وهذا الرد كما قلنا رد هو مفبرك على خلفية أسباب مفبركة. كل النقاط أو كل العناصر تعطي الإمكانية لأن يكون هناك مواجهة واسعة في هذه طيب تعليقا على ذلك، أيضا القناة 12 الإسرائيلية كذلك تنقل عن مسؤولين إسرائيليين بأننا غير معنيين بالذهاب أو ببدء حرب شاملة في لبنان. وزير الدفاع الإسرائيلي حزب الله كذلك يتحدث، وزير الدفاع الإسرائيلي وزير الحرب الإسرائيلي يوف جالانت يقول بأن حزب الله تجاوز الخط الأحمر، كلها تبريرات تبدو سيادة العميد، وواضح أنه بعد هذا العدوان إسرائيل تحاول أن تقول أنه لم أتجاوز القواعد الاشتباك، ويعني عليكم أن
تفهم بأنني لا أريد أكثر من ذلك؟ يعني بمجرد أن يكون بيان الجيش العدو للقول أنه ردا على المسؤول عن موضوع مسجد شمس، طبعا هذا يدل أنهم يريدون أن يحصروا هذه المواجهة بهذا العدوان، هذا من ناحية. ولكن للمقاومة طبعا رأي آخر في هذه النقطة، هي التي سوف تقدر طبيعة العدوان المستهدف، ما هي الخطوط الحمراء التي تجاوزها العدو في هذا الموضوع. لا يكفي أن يقول العدو أنه هو رد وفقط رد يتعلق بحادثة معينة، المقاومة هي التي تقدر هذه النقطة. طبعا لا سمح الله ولا قدر أن يكون هناك شهداء، نرجو السلامة لأهل الضاحية الجنوبية اللبنانيين المواطنين، لكن أيضا سيادة العميد إذا كان هناك، وافتراض حتى هذه اللحظة ليس لدينا أي إحصائية حول الأضرار البشرية، لكن واضح أن هناك إصابات، هناك سيارات إسعاف تنقل مصابين، هذا أصبح مؤكدا، لكن الحصيلة النهائية لهذا العدوان الإسرائيلي حتى هذه اللحظة غير معروف. لكن إذا سيادة العميد ما كان هناك شهداء من المدنيين، أعود وأقول لا قدر الله، أيضا هذا سيفتح معادلة جديدة تتعلق بأن المقاومة ستكون في حل من التزامها باستهداف المستوطنات الإسرائيلية المأهولة. أساسا معادلة الرد على استهداف المدنيين هي حاصلة، يعني هي تسير بشكل يعني مؤكد، والمقاومة هي تنفذها وتطبقها بشكل كامل. طبعا اليوم بعد هذا العدوان يمكن القول أننا بدأنا بالاستهدافات التي هي تعادل ما قام به العدو أو تواجه ما قام به العدو. طيب سيادة العميد، أصبح لدينا الآن صورة، هذه صورة الميادين المباشرة وكاميرا الميادين المباشرة من مكان العدوان الإسرائيلي والاستهداف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، بانتظار أن يكون مراسلنا عباس صباغ جاهز معنا لنتحدث إليه من مكان العدوان، من مكان الاستهداف، لاستيضاح مزيد من التفاصيل. وأرجو أن يتم تجهيز عباس بشكل سريع. أيضا نستمع للمواطنين اللبنانيين في المكان وشهود العيان الذين كانوا موجودين لحظة الاستهداف. في مشاهدين حتى الآن المعلومات أن غارة إسرائيلية، عدوان إسرائيلي استهدف أحد الأبنية السكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت في منطقة حارة تحريك، أدى إلى إصابات في صفوف المدنيين، وتقول إسرائيل أنها استهدفت قائدا عسكريا كبيرا في حزب الله له علاقة مباشرة بقصف مسجد الشمس حسب الادعاء الإسرائيلي. مزيد من المعلومات مع عباس صباغ، أصبح جاهز لدينا الآن. عباس، نتابع هذه الهتافات من مكان الاستهداف قبل قليل. عباس تفضل. نعم، لا تزال أعمال إغاثة مستمرة في هذا المبنى السكني من 8 طبقات الذي استهدفه عدوان إسرائيلي مساء هذا اليوم. هذا الاستهداف أدى إلى تدمير 4 طبقات بشكل كامل في هذا المبنى، وبالتالي يعني أعمال الإغاثة هناك بعض صعوبة في الوصول إلى مكان وجود الإصابات بسبب يعني علو هذا المبنى الذي استهدف، والإشارة إلى أن أيضا الأضرار وصلت إلى مستشفى بهمن. نحن الآن أمام هذا المستشفى الذي تضرر بشكل كبير جراء هذه الغارة. المبنى يبعد عن المستشفى 6 أمتار فقط لا غير، يعني الاستهداف اللئيم كان قرب مستشفى وفي قلب منطقة سكنية بامتياز، مبنى سكني بامتياز استهدفته الغارة الإسرائيلية المعادية مساء اليوم. يعني حتى هذه اللحظة أعمال الإغاثة تستمر في هذه الأثناء، وسط صعوبة في الوصول إلى مكان وجود الإصابات بسبب الركام والدمار الكبير الذي يعني من جراء الغارة وتلاطم السقوط فوق بعضها، وبالتالي يعني هذه الأعمال لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة. لا إحصائية لعدد الإصابات في هذا العدوان الإسرائيلي الذي استهدف هذا المبنى السكني على تحتيك في قلب الضاحية الجنوبية الملاصق لمستشفى فهمن، مستشفى يعني من 10 طبقات فيه مئات المرضى. تم الاستهداف في هذه المنطقة المدنية، ويعني تعمد اختيار هذا المبنى الملاصق لهذه المستشفى في هذه العدوان الإسرائيلي. يعني أحد المصابين الآن ينقل في هذه الأثناء
وبطبيعة الأعمال الإغاثة مستمرة حتى هذه اللحظة، ودمار كبير جراء هذا العدوان الإسرائيلي في المبنى المستهدف وأيضا المباني المجاورة لهذا المبنى، وأيضا كما أسلفت في مستشفى بهمن في حارة الشيخ الضاحية الجنوبية لبيروت. نعم طبعا نتابع هذه الصور عباس معك من المباشرة من الضاحية الجنوبية لبيروت مكان العدوان الإسرائيلي على منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت. سيارات الإسعاف نقلت عدد من المصابين في البناء المستهدف. الصور الأولية، هذه هتافات مشاهدينا من مكان العدوان في الضاحية الجنوبية بعد لحظات من العدوان الإسرائيلي على المبنى السكني في الضاحية الجنوبية. سأتابع هذه الهتافات بالصوت والصورة. مشاهدينا هذه الهتافات كانت في اللحظة بعد لحظات مباشرة من الاستهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت، وتجمع عدد كبير من السكان ومن الشبان يهتفون تحديا للغارة الإسرائيلية وللعدوان الإسرائيلي على هذه المنطقة. سيادة العميد، في المعنويات والحرب النفسية هذه الصورة مهمة للغاية، لأنه هذا مشهد يرفع من المعنويات من هذه الصورة. في المعادلة العسكرية هذه الصورة مهمة، هي أساسية، وربما من هذه الصورة أو من هذه الهتافات نستطيع أن نستشف يعني أن هناك سوف يكون هناك رد. هذه نقطة أساسية، سوف يكون هناك رد أساسي، وسوف يكون هناك أنا بتقديري يعني كما تفضلت أستاذ كمال قد تكون هي نقطة مفصلية في معادلة جديدة. اليوم سوف يعني ربما تأخذ المقاومة قرار يتعلق بتغيير مستوى الاشتباك بالكامل في موضوع الإسناد، ربما بعد هذا العدوان والذي قلنا أنه عدوان يعني مفبرك، هذه هي حساسيته وخطورته. بعد هذا العدوان ربما سوف نشهد نقاط مختلفة على طبيعة الاشتباك الذي يحصل اليوم على جبهة العدو الشمالية. إذا كان الموضوع يتعلق حتى الآن بقواعد عسكرية أو بحدود معينة بالجغرافيا، هذا الموضوع طبعا من الطبيعي أن ننتظر أنه سوف يتم تجاوزه في العمق أكثر، في نوعية الأسلحة ربما أكثر، في كما يعني قلنا في الأهداف، هل بدأنا نتكلم عن أهداف مدنية داخل الجليل أو داخل الكيان، وربما الأهداف المدنية نستطيع أن نقول أنها سوف تغير بشكل كامل هذه المواجهة التي كانت محصورة حتى الآن، رغم أن كان هناك استثناءات وكان هناك تفاصيل تجاوزتها في مكان ما، ولكن بقي الطرفين يتقيدان حتى الآن في هذا الموضوع. اليوم أن يتجاوز العدو هذه المواجهة طبعا هذا وكأنه يذهب باتجاه يعني نقلة مختلفة بالكامل عن المسار الأمور التي كانت حتى الآن. طيب سيادة العميد، طبيعة الاستهداف وطبيعة الضرر الذي أحدثه العدوان في المبنى المستهدف، يعني أنت شفت البناء، يعني حسب ما ترجح، حسب ما قال يعني عباس، أربع طوابق من أصل المبنى هي مدمرة بالكامل. من غير الواضح، هذه الصور من غير الواضح إذا كان أكثر من صاروخ، يعني حتى الآن لا معطيات عن هذا الموضوع، ربما بعد قليل يعني مراسل الميادين، لكن المشهد لا يبدو أنه صاروخ واحد، لا يبدو صاروخ أو هذا الدمار لا يأتي من طائرة مسيرة. طبعا يمكن أن يكون يعني صاروخ يعني من
من مستوى مرتفع جدا، مثل الصواريخ التي تدمر مجمعات سكنية ورأينا الكثير منها في غزة. يعني الجنرال ترجح بأن العدوان تم بأكثر من صاروخ؟ أعتقد بأكثر من صاروخ، وأعتقد أن صواريخ من النوع يعني الارتجاجي الذي يدمر أكثر من طبقة في هذا الموضوع. طبعا المسيرة هي خارج، هناك مسيرات تستطيع أن ترمي بقدرات حشوات متفجرة شديدة الانفجار، ولكن بهذه حسب الصورة يعني لا يبدو أنه حسب الصورة لا يبدو أنها طائرة مسيرة، يبدو أنها صواريخ ولا معلومات إذا كان هناك يعني طيران قريب. يعني أعتقد أنه ربما استهداف بعيد من الاستهدافات، ربما أسلحة استراتيجية بعيدة المدى. طيب مشاهدينا، هذه الصور طبعا الضاحية الجنوبية لبيروت، الصور المباشرة، وكذلك على شاشتنا الصور الأولية للعدوان الإسرائيلي الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت. أعود وأذكر بالمعلومات حتى هذه اللحظة، حسب وسائل إعلام إسرائيلية ونقلا عن مسؤولين إسرائيليين، إسرائيل من خلال هذا العدوان حاولت اغتيال، وتقول بأنها استهدفت شخصية عسكرية في المقاومة اللبنانية. مسؤولون إسرائيليون كذلك تحدثوا لوسائل إعلام إسرائيلية بأن هذا العدوان لا تريد إسرائيل من خلاله الانجرار إلى أو بدء حرب إقليمية، وتقول وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن هذا الاستهداف يأتي ردا على ما اتهمت به إسرائيل حزب الله باستهداف مجدل شمس، على الرغم من أن حزب الله نفى تماما استهداف هذه المدينة العربية في الجولان السوري المحتل. عدد من الإصابات، سيارات الإسعاف كنا نتابعها على الشاشة قبل قليل، نقلت عددا من الإصابات. لا حصيلة حتى الآن مشاهدينا لعدد الإصابات، لا تأكيدات من المقاومة في لبنان حول طبيعة الهدف الذي أرادت إسرائيل إصابته من خلال هذا العدوان على المبنى السكني. ننتظر طبعا بيان من المقاومة الإسلامية في لبنان حول هذا العدوان. كنا نتابع كذلك خروج أهالي الضاحية الجنوبية لبيروت في اللحظات الأولى من العدوان بالهتافات، هتافات التحدي للطائرات الإسرائيلية وللغارات الإسرائيلية، وكان الشبان في الضاحية الجنوبية لبيروت يهتفون ضد هذا العدوان، وإسرائيل كانت قد هددت بالاعتداء على لبنان منذ يوم السبت الماضي، وربما يكون تنفيذ التهديدات جاء عبر هذه الغارة الإسرائيلية. هذه هي المعلومات مشاهدينا المتوفرة حتى هذه اللحظة، بانتظار مزيد من المعلومات من مراسلينا، البيانات الرسمية حتى هذه اللحظة. من يتحدث هم الإسرائيليون، والجيش الإسرائيلي طبعا تبنى بشكل مباشر هذا العدوان وهذه العملية العسكرية في الضاحية الجنوبية لبيروت. حتى هذه اللحظة مشاهدينا ليس هناك أي إعلان عن أي شهيد، ونأمل أن يكون فقط يعني إصابات، وأن تكون هذه الإصابات أيضا طفيفة، لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد أي مصدر طبي أو مصدر حكومي أو حتى شهود عيان يتحدثون عن شهداء، لكن سنرى طبعا الاستهداف وتدمير البناية السكنية تدمير كبير جدا، وسنعرف بعد قليل إذا كان يعني الحصيلة النهائية للإصابات. أعود إلى عباس صباغ ومزيد مما يجري حاليا في الضاحية الجنوبية لبيروت. أتابع معك عباس. نعم، كما تتواصل أعمال الإغاثة هنا في المبنى المدني المستهدف في حارة حديد بالأعداء أو بالعدوان الإسرائيلي الذي وقع مساء هذا اليوم في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت. هذا الاعتداء الإسرائيلي على مبنى سكن أدى حتى هذه اللحظة إلى وقوع 6 إصابات حتى هذه اللحظة، وأعمال الإغاثة مستمرة. أود الإشارة بأن يعني من كان في هذا المكان أكد بأن 3 صواريخ استهدفت هذا المبنى. الصاروخ الأول يعني أحدث فجوة في الصخر، ومن ثم كان الصاروخان الآخران
على هذا المبنى المؤلف من 8 طبقات وأدى إلى تدمير 4 طبقات بشكل كامل، وأيضا تضرر مستشفى بهمن بشكل كبير، المستشفى الملاصق في هذا المبنى. هناك صعوبة في أعمال الإغاثة، نتحدث عن 4 طبقات سويت يعني ببعضها، ويعني الوصول إلى الإصابات يبدو صعبا. هذا المبنى سكني، مبنى مأهول، والمبنى الذي بجانبه أيضا تضرر بشكل كبير، يعني الدمار في هذه المنطقة كبير وكبير جدا جراء هذا العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية، على هذا الحي السكني بامتياز في قلب الضاحية الجنوبية. يعني عناصر الدفاع المدني والهيئة الصحية الإسلامية ويعني المسعفين يواصلون في هذه الأثناء البحث عن الإصابات بين الركام، هذا الركام الكبير الذي يعني أصبح يعني الصفوف كما قلت ملتصقة بعضها البعض بعد هذا العدوان الإسرائيلي. حتى اللحظة لم نفصل عن وقوع شهداء من مصدر يعني رسمي طبي حتى هذه اللحظة. هناك إصابات، هناك أعمال إغاثة مستمرة، هناك أضرار كبيرة في المبنى المستهدف بطبيعة الحال والمباني الملاصقة له، وتحديدا مستشفى بهبن. يعني نرى في هذه النقطة يعني الدمار الكبير من زاوية ثانية ليست التي تظهر يعني في الفيديوهات التي وزعت لنا، يعني كل المبنى متضرر بشكل كبير، نرى جدران بأكملها سقطت إلى الأرض جراء هذا العدوان الإسرائيلي. يعني عشرات من المسعفين في هذه الأثناء يواصلون أعمال الإغاثة في هذا المبنى السكني في قلب الضاحية الجنوبية الذي تعرض لعدوان إسرائيلي مساء هذا اليوم. نعم، سنكون معك في كل جديد عباس، لكن سيادة العميد شربي نادر، المشهد الآن كيف سينعكس على كل المسار العسكري على جبهة الإسناد اللبنانية كما ترى؟ يعني ربما المعطيات التي سوف تتكشف عن المستهدف وعن هي سوف تكون أساسية، ولكن بمطلق الأحوال التجاوز حصل في منطقة، التجاوز باستهداف مدنيين وربما باستهداف قيادي من المقاومة، هذا أصبح واضحا أن سوف يكون هناك تغيير أساسي كما قلنا في المشهد. ولكن المشهد في المرحلة الأخيرة هو كان قد تقدم، يعني عندما بدأت تستهدف مستوطنات بعيدة جغرافيا لم تكن قد تم إخلاؤها، في المرحلة الأخيرة تم استهدافها. نستطيع نقول اليوم أنه من بعد الخط الذي وصلت إليه أو الخط الذي وصل إليه مستوى الاشتباك سوف يكون الانطلاقة إذا كان هناك من تغيير ورد في مواجهة جديدة أو في نمط جديد من المواجهة. طبعا سوف يكون هناك أبعد من موضوع المستوطنات المخلات حتى الآن أو التي لم تخلى، كما قلنا طبيعة الاستهدافات ربما تكون أكبر وتكون أخطر. إذا بدأ الموضوع يتعلق باستهدافات لمستوطنات ما زال فيها مدنيين حتى الآن، نقول أن الموضوع قد تغير في هذا الاشتباك، لم يعد الموضوع متعلق باشتباك مقيد باللقاءات العسكرية فقط. سيادة العميد، جرى أكثر من مرة القفز على قواعد الاشتباك والوصول إلى حافة الحرب، يعني خلال 10 أشهر الماضية من الحرب جرى كثير من القفز على قواعد الاشتباك سواء كان من المقاومة أو حتى من إسرائيل، لكن هذه لم تؤدي إلى يعني انزلاق الأمور. نعتبر ما جرى اليوم في الضاحية الجنوبية هو جزء من هذا التخطي لقواعد الاشتباك الذي يعني لا يرقى إلى مرحلة الانزلاق نحو الحرب. يعني ما زلنا بعيدين عن المستوى الذي يفتح مواجهة واسعة، أنا بتقديري ما زلنا بعيدين، حتى يعني ما زال هناك هامش لدى المقاومة هو رد مماثل أو رد يواجه أو يضاهي ما حصل من عدوان. إذا كان هناك مدنيين سوف يكون هناك استهداف لمدنيين، استهداف الضاحية اليوم أو بيروت نستطيع أن نقول، هذا الموضوع طبعا ربما يستدعي استهداف مدينة كبيرة داخل الكيان. هنا نستطيع أن نقول أنه انتقلنا إلى موضوع المدن، لم يعد الموضوع متعلق بالمستوطنات، لأن الاستهداف بيروت أو الضاحية تعتبر بيروت بشكل عام. نعم. ننتظر ردا أنا بتقديري على مدينة من حيفا وما شابه، يعني بنفس المستوى. نعم. إذا لاحظنا يعني كما قال يعني الزميل، يعني لعبة رفع السقوف في الميدان بدأت، لا تزال
لكن لا تزال هي السائدة. لا تزال هي السائدة. إذا كان هناك رد على مركز داخل مدينة حيفا بنفس مستوى العدوان اليوم، نستطيع أن نقول ما زلنا نتكلم عن معادلة الرد بالمثل. أريد أن أتحدث سيادة العميد فقط عن العواجل على شاشتنا وسائل الإعلام الإسرائيلية. الجيش يعلن حالة الاستنفار ويطلب من المستوطنين في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان البقاء في الملاجئ. طبعا وسائل الإعلام الإسرائيلية كذلك مشاهدينا تتحدث عن اجتماع يعقده نتنياهو يلتقي فيه كبار قادة الجيش في مكتبه، تحول مباشرة إلى بيت لحم، ومن هناك مدير مكتب الميادين الفلسطيني المحتلة ناصر اللحام. ناصر، حياك الله، الموقف في إسرائيل في هذه اللحظة كيف تلخصه؟ أنا ألخص الموقف بأنه سرعت إسرائيل لتبني العدوان على الفور. بعد أقل من 20 دقيقة خرج الناطق بلسان جيش الاحتلال دانيال هاجري وقال إن إسرائيل هي التي استهدفت هدفا في الضاحية في بيروت، وقال حرفيا إن هذه عملية محدودة محددة تستهدف شخص محدد، تحمل إسرائيل مسؤولية إطلاق الصواريخ ويأمل أن لا يتسبب ذلك في نشوب حرب لأن إسرائيل غير معنية في حرب، وطلب أن تبقى الأمور كما هي بانتظار تعليمات جديدة للجبهة الداخلية. لغاية الآن لم يصدر التعليمات جديدة تغير التعليمات القائمة حاليا، وهي أصلا تعليمات حرب الموجودة حاليا. ثم شدد مرة ثانية بأنها عملية محددة وهدف محدد. وفيما يتعلق بالرد، نقاشات قوية في إذاعة الجيش التلفزيون الإسرائيلي أنه حزب الله لم يرد بعد، وتنقل وسائل الإعلام الإسرائيلية الكثير 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 مما تنشره وسائل الإعلام اللبنانية، وستكون صدمة كبيرة جدا إذا فشلت العملية في اغتيال الشخصية، وهو من شبهوه بمستوى الشهيد عماد مغنية وقالوا إنه الرجل الثاني في حزب الله، وذكروا أسماء ونشروا صور. والأهم والأخطر والأخبث من ذلك أن الشخصية المستهدفة مطلوبة للولايات المتحدة الأمريكية، ووضعت أمريكا على رأسه 5 مليون دولار. يعني من فكر بالهدف فكر بردة الفعل الأمريكي، خصوصا في فترة انتخابية حتى لا يكون هناك أي انتقادات أمريكية أو أوروبية غربية ضد إسرائيل في هذه اللحظات، باعتبار يعني أنا لاحظت ناصر بأنه في يعني في الإسرائيليين يحاولون أو يعني في تسريبات من وسائل الإعلام الإسرائيلية لأنه الشخصية المستهدفة كبيرة وأنها يعني تعادل في وزنها الشهيد عماد مغنية، وأنها يعني من الشخصيات المسؤولة عن استهداف المارينز في 83. هذا تقول الآن تكرر وسائل الإعلام الإسرائيلية حاليا بانتظار طبعا موقف حزب الله، بيان رسمي يصدر عن حزب الله يتحدث فيه عن التفاصيل. لكن عندما تتحدث إسرائيل بهذا الوضوح ومن اللحظات الأولى، أيضا هذا له دلائل ناصر، أليس كذلك؟ دعني أعرف كل شيء. اختيار الهدف والحديث عن هدف وليس عن بيروت كمدينة ولذلك معاني عسكرية وسياسية كبيرة. حديث عن هدف، ويذكر الإعلام العبري علنا الحج فؤاد ويذكر معصورة، وأنه مسؤول عن مقتل 250 جندي أمريكي عام 83 بهذا الحديث. فيما يتعلق بالموقف الإسرائيلي أكرر، إسرائيل من الدقائق الأولى أعلنت أنها لم تستهدف مدينة بيروت بل استهدفت هدفا محددا، لم تذكر إذا كان بصاروخ أو كان بطائرة مسيرة، لكن كانت معنية بردود الفعل الإسرائيلية الداخلية، ففتحت الأبواب مشرعة. بن جبير صرح فورا وصدرت الأوامر لمطار اللد أن يبقى كما هو يعمل، وهناك ردود فعل وكأن هذا العدوان الهدف منه نتنياهو أن يسترد الجبهة الداخلية الإسرائيلية بالذات الوزراء
وجدنا بأنه قال بأنه حزب الله هو الذي تخطى الحدود الحمراء، أي ليست إسرائيل، وأنهم غير معنيون بحرب. وبن جبير طبعا يصرح في هذا الموضوع، وكثير من الذين كانوا يطالبون بحرب شاملة من أمثال بن جبير. المقصود في عملية نتنياهو هذا العدوان هو استرضاء هؤلاء الذين يسيطرون على إسرائيل الآن، يسيطرون عليه كوزراء أو في الشرطة أو في الجيش أو في التواصل الاجتماعي في نشرات الأخبار. الاستطلاعات الرأي إذا كانت إسرائيل تريد حرب أو لا تريد حرب، الغالبية لا تريد في إسرائيل حرب، باعتبار أنه اعتادوا على الوضع الذي لا يريدون أسوأ منه من الجنوب. كل من استمعت إليه يقول في البداية ننتصر في الجنوب بعد ذلك نفتح معركة في الشمال. الآخر نقطة لفتت انتباهي وهو تعطشهم، انتظارهم الشديد لردة فعل حزب الله. ينتظرون أولا إذا الهدف أصيب أو لا، ثانيا ماذا يقول حزب الله، هذا هو المهم، لأنه بناء على ما يقول سوف يتعدد الرد على الرد والرد على الرد والرد والرد وهكذا. وبالتالي الآن العملية لا تعتبر بأنه هذا العدوان انتهى إلا إذا عرفوا كيف يرد حزب الله، وحزب الله لا ينقص مستشارين، وحزب الله لا ينقص خبرة بالشأن الإسرائيلي، وحزب الله يقيس الكلام كما يقيس الرصاص بميزان الذهب، وهو أدرى بالمعادلات الإقليمية وغيرها. بكل حال من طيب ناصر، اسمحنا نتابع نائب علي عمار يتحدث الآن لوسائل الإعلام. عندما نصل إلى العدو الإسرائيلي هذا الأمر، هذا الأمر يترك إلى سيدي ومولاي صاحب السماحة السيد حسن نصر الله، هو عنده القرار، وبالتالي من عنده السيد حسن نصر الله كأمين على الدماء وكأمين على السيادة وأمين على الكرامة الوطنية وأمين على الناس، تصور لا يخيب. لبيك يا نصر الله، لبيك يا نصر الله، لبيك يا نصر الله. من العديد من الأسماء، خلينا بس دون ما ندخل بالأسماء نسأل سؤال، هل هناك من قيادي استهدف في هذه؟ حتى الآن ليس لدي معلومات دقيقة، وحينما يكون هناك لدينا معلومات بالتالي حزب الله كما عود كل العالم على أنه يملك من الشجاعة والجرأة والصراحة والوضوح لإعلام ما يجب إعلانه. هل ستردون على هذه الغرب؟ نعم. هل ستردون على هذه الغرب؟ إذا هذا تصريح نائب علي عمار من مكان الاستهداف الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت. تتحول إلى خالد خليل مراسل الميادين المتواجد الآن في الضاحية. خالد، نتابع معك أولا ملخص لهذا المشهد، وإذا كان المزيد من المعلومات حول ما جرى. أنا عبيد جامع الحسنان. خالد تسمعني؟ يبدو خالد خليل ليس جاهزا، وأرجو أن يجهز لنعود إليه بعد قليل. نتابع معكم هذه الصور مشاهدينا من الضاحية الجنوبية لبيروت بعد العدوان الإسرائيلي على المبنى السكني في الضاحية الجنوبية لبيروت. كما كان يتحدث ناصر اللحام قبل قليل من بيت لحم، الإسرائيليون يتحدثون عن اغتيال شخصية كبيرة في المقاومة. حتى هذه اللحظة لا يوجد ما يدعم هذا الزعم حتى هذه اللحظة. أتحول إلى ناصر فقط. ناصر، كنا نتحدث عن الإعلان الإسرائيلي حول اغتيال شخصية، لكن لافت للنظر أنه كله يعني تسريبات، وسائل إعلام إسرائيلية ليست رسمية، لا يوجد ما هو رسمي حول اسم أو طبيعة أو مصير هذه الهدف أو الشخصية المستهدفة. وطبعا بعض وسائل الإعلام العربية تنقل الاسم وتنقل عن وسائل الإعلام الإسرائيلية بشكل يعني مباشر، لكن لا يوجد إعلان رسمي ناصر حتى الآن، أليس كذلك؟
الآن أصدر نتنياهو توجيهاته للوزراء، ممنوع الحديث عن اعتداء بيروت حتى إشعار آخر، وتنقل الصحافة قناة كان نتنياهو يطلب من الوزراء عدم التصريح أو التطرق لعملية الاغتيال في بيروت. مواقع عبرية على السوشيال ميديا بدأت تقول بأن العملية فشلت، وينشرون قائد يقولون أنه القائد فؤاد شكر وهو فعليا رئيس أركان حزب الله أو الملقب بالحج محسن، وأن العملية فشلت وسيكون لفشلها أزمة كبيرة جدا على صعيد نتنياهو، على صعيد التوازنات في الحرب، وعلى صعيد ابن جبير، وعلى صعيد الجميع. إذا فعلا نجا من الاغتيال فإن نتنياهو ووزراءه وجيشه سيكون مشكلة. الآن أيضا ينقل العبري مصير الحاج محسن لا يزال مجهول، وإسرائيل تتابع، ونتنياهو يطلب من الوزراء عدم التصريح. في الحقيقة كما قلت لك الآن الكلمة والميكروفون مع حزب الله وليس معنا. طيب ناصر، طبعا سنتابع معك كل جديد ونرصد معك المواقف وردود الفعل في داخل فلسطين المحتلة. نحن نتابع معكم، إذا كان خالد خليل جاهز الآن معنا أنتقل إليه مباشرة في الضاحية الجنوبية لبيروت، ريثما يجهز خالد. سيادة العميد، في احتمالات أنه فشلت، يعني المؤشرات حتى هذه اللحظة على الأقل تقول بأن يعني نتنياهو عندما يقول لوزرائه اخرسوا يعني يبدو أنه فشلت، يبدو أنها فشلت، لكن ماذا يعني هذا الفشل؟ يعني الكثير، خاصة إذا تابعناكم يعني الطبيعة، يعني حسب ما أشار مراسل الميادين أن كان هناك صاروخ في البداية على الطبقة العليا على ولاحقا صاروخين. تماماً أستاذ كمال مثل عملية اغتيال العروري، نفس طبيعة التنفيذ، وحصل هناك عملية مشابهة في منطقة النبطية أيضاً. صحيح، تم هناك، يعني هذا هو الأسلوب، ربما يعتبره العدو الإسرائيلي من الناحية التقنية هو الأسلوب الحاسم في الاغتيال، يعني يأتي صاروخ لتمهيد الطريق أمام الصواريخ الأخيرة. ولكن أن تفشل هذه العملية طبعاً بانتظار تأكيد هذا الموضوع، يعني هي نقطة مهمة جداً. كمان سيادة العميد، موضوع الاستعداد، يعني إسرائيل تهدد منذ أشهر، لكن مستوى التهديد المرتفع والعالي والكبير كان منذ مساء السبت، يعني وبالتالي تلقائيا الموجه له التهديد يكون قد استعد، وهي طبعا ربما يعني الفشل اليوم هذا بسبب الاستعداد، وبسبب يعني من الطبيعي أن يكون هناك مناورة لمواجهة الاستهدافات، وكل قيادة كل قيادي في المقاومة معني أو يعتبر نفسه معني أو قيادته تعتبر أنه معني، من الطبيعي أن لديه تعليمات كان حساسة في أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر في هذه النقطة. يعني نأمل بشكل كبير طبعا أن يكون هناك فشل كامل لهذه العملية، وهي تعتبر يعني نكسة من الناحية الاستعلامية والتقنية العسكرية، لأن قدرة جيش العدو هي فضيحة، مش نكسة سيادة، طبعا هي كبيرة. فضيحة، ثلاث أيام من الاستعداد، كل إسرائيل على قدم واحدة، وكل إسرائيل تقول سننفذ وسنفعل، واجتماع الاستخبارات مع هيئة الأركان، مع الحكومة، مع الائتلاف، مع إلى آخره، وآخر شيء طبعا حتى هذه اللحظة لا نقول لا فشلت ولا نجحت، لكن المؤشرات تقول بأنهم لم ينجحوا. أنا فشلت على الصعيد ربما الاستعلامي، وعلى الصعيد القدرة التقنية العسكرية، وأن يكون هناك فشل ربما على الصعيد القدرة العسكرية في ظل هذه الأسلحة النوعية الضخمة التي يمتلكها العدو، طبعا هذه نقطة تعتبر نكسة لجيش العدو أو لأزرعه الجوية التي هي دائما معنية بعمليات الاغتيال البعيد. طيب سأتحول إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، من هناك مراسل الميادين أحمد عبد الله جاهز الآن معنا لينقل لنا أجواء الضاحية في هذه الأثناء، وإذا استطعنا أحمد أن نتحدث أيضا لأهالي وسكان الضاحية حول مواقفهم وآرائهم مما جرى. نتابع معك أحمد.
نعم كمال، نحن الآن نقف في الضاحية الجنوبية لبيروت على مقربة من مكان المستهدف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية في مبنى سكني في منطقة مكتظة بالسكان في ضاحية بيروت الجنوبية. وما أن حصل هذا الاستهداف حتى تداعى المواطنون والأجهزة الأمنية إلى المكان وتواجدوا في المكان. ونحن الآن كما ذكرت كمال نقف في الضاحية الجنوبية لبيروت على مقربة من جامع الإمام الحسنين، على مقربة من مستشفى بهمن قرب المبنى المستهدف. لا معلومات حاسمة ودقيقة حول نتيجة عملية الاستهداف، تضاربت المعلومات بكثرة حول الشخصية المستهدفة وما أصلا إذا كان هناك شخصية مستهدفة جراء هذا العدوان. لا معلومات دقيقة، بانتظار ما سيصدر من الإعلام الحربي ومن قبل المقاومة ومن قبل حزب الله. حتى ذلك الوقت لا معلومات رسمية لا عن الشخصية المستهدفة ولا عن طبيعة الاستهداف. المبنى هو مبنى سكني والشقة المستهدفة هي شقة سكنية. المواطنون الذين نزلوا إلى الشارع بكثرة فور حصول هذا الاستهداف، خرجت بعض أيضا التظاهرات العفوية التي دعت إلى الثأر نتيجة هذا الاستهداف، خاصة أن الاستهداف جاء بعد يومين من التهديدات الإسرائيلية المتكررة بحصول عدوان على لبنان ردا على ما حصل في مجدل شمس. هذه باختصار أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت. المواطنون متواجدون، هناك استنفار أمني، عدد من الجرحى يتواجدون في مستشفى بهمن يخضعون للعلاج. لا حصيلة نهائية عن عدد المصابين، هم بطبيعة الحال مدنيين، الشقة المستهدفة هي شقة مدنية، بانتظار أن يحدد رسميا طبيعة هذا الاستهداف وحصيلته الإعلام الحربي أي حزب الله وما إلى ذلك. إلى أن يصدر بيان رسمي عن حزب الله كل المعلومات المتداولة حتى الساعة عن الشخصية المستهدفة هي مجرد شائعات. طيب سأكون معك أحمد بطبيعة الأحوال من الضاحية الجنوبية لبيروت حول الحصيلة مشاهدينا. يعني وفق وكالة أنباء اللبنانية الرسمية، الغارة الإسرائيلية أسفرت عن شهيدة وإصابة آخرين، عدد الإصابات يعني الحديث عن 6 لبنانيين، لكن هذا حسب مصادر لبنانية رسمية حتى هذه اللحظة. ننتظر أيضا التأكيدات حول الحصيلة النهائية من مصادر طبية، لكن وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية في هذه الأثناء تتحدث عن شهيدة لبنانية من الضاحية الجنوبية لبيروت وعدد من الإصابات. الضاحية الجنوبية لبيروت أمامنا الآن على الشاشة، نتابعها بعد العدوان مباشرة. سيارات الإسعاف لا تزال في المكان وسط انتشار أمني للقوى الأمنية اللبنانية. مشاهدينا المؤشرات، وأعود للحديث عن المؤشرات، حتى هذه اللحظة لا بيانات رسمية تتحدث عن التفاصيل، لا بيانات رسمية إسرائيلية ولا بيانات رسمية لبنانية سوى بيان الجيش الإسرائيلي تحدث فيه عن تبني هذه العملية بأن إسرائيل هي من قامت بهذا العدوان. كل التفاصيل الأخرى حول الشخصية المستهدفة، حول طبيعة الاستهداف، حول كل المعلومات الأخرى، كلها معلومات طبعا تأتي من وسائل الإعلام الإسرائيلية ونقلا عن مصادر أو نقلا عن مصادر رسمية إسرائيلية، لكن حتى الآن لا بيانات رسمية تتعلق بما جرى وبهذا العدوان. مشاهدين، هذه التغطية مستمرة، زميلي عبد الرحمن عز الدين سيكمل معكم في الساعة المقبلة. سيادة العميد شارل أبي نادر، شكرا جزيلا لحضورك. طبعا ناصر اللحام سيكون معنا في التغطية ومراسلينا في الضاحية الجنوبية في الساعة المقبلة. مشاهدينا شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.